مرحبا بلالا بلوس معنا. كنجد ان شاء الله نوجدوا معكم شي وقت رمضان، معكم الشيف فرح القرماعي وسو الشيف العلوي الحسن. غادي نقدم لكم ان شاء الله دي ميني كيش. كاين واحد الطريقه جديده اننا غادي نديروهم بالورقه. بالنسبه لا غارنيتور غادي نحتاجوا البروكولي، لي كروفيت، غادي نحتاجوا بالنسبه للتوابل عندنا البزار، عندنا الملحه، وغادي نحتاجوا كذلك شويه ديال السودانيه وشويه ديال الزبده. غادي نحتاجوا الزيت البلديه وزيت المائده، او غادي نحتاجوا كذلك لاباغايا كيش اللي غادي نحتاجوا لها. عندنا جوج ديال البيضات، واحد 100 غرام ديال القشده الطريه خاصه بالطهي، عندي واحد معلقه كبيره ديال الخميره خاصه بالحلويات، وعندي معلقه ديال الدقيق وشويه ديال الزعتر. بالنسبه لطريقه الطهي ديال لي بروكولي، كنديرها كذلك في الماء ساخن مملح، يعني تكويسون على لونغليز. اون فوا كيغلى تقريبا ما كاملاش 10 ديال الدقائق، كنهزو كنصفى كنكب عليه الماء بارد باش كيحافظ على اللون ديالو، كيبقى هكذا خضر. بالنسبه للقمرون، شحرناه في شويه ديال الزيت البلديه والزيت الروميه كذلك، والملحه، البزار، شويه ديال السودانيه وشويه ديال الزعتر. من الاحسن الحشوه تكون عندنا بارده قبل ما نبداو نعمروا الكيش ديالنا. من بعد ما طابولنا في الفرن، هذا هو الشكل النهائي لكيش ديالنا بالورقه، وكيمكننا نقدموهم مع الجبن مبشور وبالصحه والراحه.